السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده إن شاء الله الفيديو رقم 2. بعد المحاضرة ما بتخلص بينزل رابط الحضور. رابط الحضور ده طبعا اللي احنا بنتابع عليه الغياب بتاعنا واللي على أساسه هو وأي متطلبات من المحاضرة، سواء كانت مشاريع أو كانت اختبارات، بتترصد درجات كل الحاجات دي، درجة الحضور ودرجة المشاريع، وفي الآخر خالص على التوتال بنسبة معينة بيحددها المحاضر بتصدر الشهادات في الآخر. وزي ما قلنا احنا بنعمل كل ده في الاخر علشان نوصل لاستفادة. الهدف الاساسي مش الشهادة خالص، الشهادة مجرد تقدير بس للوقت وذكرى طيبة بنتركها للجميع في نهاية الكورس. بالنسبة بقى رابط الحضور، رابط الحضور بلاقيه فين؟ انا دلوقتي لو انا فاتح برنامج الزوم زي الشكل اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده، انا لو عايز اوصل للينك الحضور، اول مثلا ما بتخلص المحاضرة وبيبدأ النقاشات بنروح باعتين لينك الحضور في الشات. عشان اوصل للشات لو انا فاتح من الديسكتوب بفتح الشات من هنا، وبعدين بلاقي لينك الحضور بيتبعت في اخر المحاضره بهذا الشكل. بضغط على اللينك بيبتدي يفتح معايا، ببتدي املى تقييم عن المحاضره، هدفه طبعا ان احنا نعرف المستوى وصل لحد فين، هل في اخطاء نحب ان احنا نعدلها نشتغل عليها، واقتراحاتكم وارائكم واسئلتكم واي حاجه فيها مشكله بحيث ان احنا ايه نساعد على التطوير. ده اول مكان. طيب اللي حاضر معايا وفتح من الموبايل او فتح على البث المباشر، هو فتح من الموبايل بيلاقي اللينك بينزل كتعليق من باب اريبيا بيكون مسبب بهذا الشكل اثناء المحاضره، حضرتك باللون الازرق حضرتك بتضغط عليه بيفتح معاك فورم التسجيل في الغياب. تالت حاجه لو حضرتك فاتح من الديسك توب هتلاقي رابط الحضور بينزل بهذا الشكل التعليق برضه من باب اريبيا، ولو ضغطت عليه هيفتح معاك. الرابط بيكون عباره عن جوجل فورم بيكون مطلوب فيه البيانات الاساسيه زي عنوان البريد الالكتروني الخاص بحضرتك، الاسم باللغه الانجليزيه كانت بتريده بالشهاده. طبعا احنا هنعرف ان احنا هنثبت اسم معين، وحضرتك لو عايز تعدله مع الوقت تعدله معايا، الاسم اللي بيبقى موجود في كشف الغياب اللي بينزل في الاخر خالص، اللي بينزل بعد فترات في اثناء الكورس، بيكون مطلوب منك مثلا زي رقم الواتساب، ممكن الاسم مثلا، واهم حاجه بالنسبه لي هو الكود. الكود اللي كان موجود جنب حضرتك في الرساله في الايميل ده، لا الكود تنظيميا، يعني بدل ما حضرتك هتدخل في شيء تدور في حوالي اكتر من 270 اسم او اكتر من 500 اسم، بدل ما حضرتك تتعب في الحاجه اللي زي كده، احنا قسمنا الشيت ده نفسه سكاشن، يعني سكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 سكشن 4 وهكذا. هتلاقي كل سكشن فيهم السكشن الاولاني السكشن الثاني السكشن الثالث السكشن الرابع، بحيث ان انت ايه توصل لاسمك بكل سهوله، ورقم الكود بتاعك هتدور عليه في السكشن بتاعك تلاقي الغياب بتاعك مرصود. حصلت اي مشكله في تعديل في الاسم حابب انك تعمله بتتواصل معايا تقول لي انا رقمي في الكشف رقم كذا عايز اعدل الاسم مثلا لكذا، فعلى طول بمجرد بس باخد كوبي بيست وبعدل الايه الكشف اللي موجود. طبعا التقييمات بقى بيكون بهذا الشكل، ده التقييم العام للمحاضره، بتقيم الاداء سواء اثناء المحاضره، تقييم للمحاضر وتقييم لاداء الدعم الفني وتقييم لاي مشكله، وبعدين في مثلا هي الايجابيات والسلبيات، بعدين بتضغط على كلمه ارسال. بعد الارسال ما بيتم بيوصل لحضرتك رد على الايميل. الرد اللي موجود على الايميل ده هو اثبات الحضور للمحاضره، بمجرد وصول الرد ده معناها كده ان حضرتك تمام وكده البيانات اتسجلت عندي. طيب ممكن تظهر ايه العلامه الثانيه برضو، ان بتظهر لحضرتك رساله اسمها لقد قمت بالتسجيل من قبل. لو حضرتك فتحت اللينك مره ثانيه بتلاقي لقد قمت بالتسجيل من قبل. لو انا حبيت ان انا ادخل مره ثانيه على الفورم بتظهر لي رساله لقد ساهمت بالرد من قبل، ده لو انا حاولت مره ثانيه. طيب لو انا اساسا بعد ما بخلص الفورم، اول ما بخلص بتظهر لي رساله ثانيه بتقول لي شكرا جزيلا على الرد، تم تسجيل الحضور، دي بتبقى خلاص يبقى حضرتك كده الرد وصلني. طيب زياده للتاكيد على ذلك بيوصلك الرد على الايميل. انا بدخل على الجيميل بتاعي بشوف كده بيقول لي انت دلوقتي نماذج من جوجل، بيقول لك شكرا لميل المحاضر رقم واحد، وبيقول لك دي الاجابات او دي الرساله اللي انت بعتها بالظبط. فرضا ان حضرتك لقيت اي غلطه في الرساله دي، اي مشكله اي حاجه مش كانت مظبوطه مثلا غلطه او حاجه، ممكن حضرتك ساعتها تتواصل معايا لحل الغلطه دي، لكن طالما رقم الكشف صحيح او الايميل صحيح فمش في اي داعي لاي مشكله، يعني سواء كان رقم الكشف او الايميل. وطبعا انت بتتاكد دايما ان الاسم اللي موجود وبينزل جنبه الغياب كل مره اسم حضرتك بيكون بالشكل اللي انت عايزه يطلع في الشهاده. المشكله بتبعت لي بحيث ان احنا نعدل على الموضوع ده. طبعا اي حد مثلا بيقول لي انا حصل عندي مشكله في الغياب او حاجه بطلب منه يبعت لي سكرين شوت للرساله دي.
ده بالنسبة للغياب بتاع المحاضرات، ازاي هاخد الغياب اثناء المحاضرات. ان شاء الله في الفيديو الثالث هوضح لحضراتكم اللي هو ازاي ادخل على المكتبة بتاعت الكورس، بحيث ان انا اشوف الماتيريال فين، الغياب بتاعي فين، وازاي اقدر اوصل للغياب بكل سهولة. شكرا جزيلا لحضراتكم.